طبعا ما فيش شك حالة من الانقسام والغضب في الداخل الإسرائيلي ما بين نتنياهو ووزير الدفاع، وحالة من الغضب الشعبي أيضا في إسرائيل. إزاي حضرتك بتقيمي هذه الحالة وانعكاساتها كمان على الحرب والتصعيد في غزة؟ شوف حضرتك، طبعا يعني هو الانقسامات بدات مش من بدايه العمليه التي قامت بها حماس يوم 7 اكتوبر. الانقسامات الحقيقه كانت باديه باشهر عديده قبل ذلك، حينما بدات الحكومه اليمنيه المتطرفه في تغيير محاوله تغيير القضاء وقصه اللامعقوليه، وانها تحاول انها تفرض سيطرة على القضاء بشكل أو بآخر. خرجت الشوارع وخرج كل الناس في مظاهرات عارمة ضد هذا القرار من أجل إثناء الحكومة عن التحكم بهذا الشكل في القضاء الإسرائيلي. وبالتالي وصلت الانقسامات داخل الجمهور الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي إلى أن وصل إلى الجيش نفسه. يعني هنجد أنه قبل العملية دي كان في الادعاء بتاع الطيران الاسرائيلي او سلاح الطيران، كانوا بيرفضوا ان هم يلفوا ذلك في مقابل ان هم الشارع كله يفترش الارض مطالبا بعدم تمرير هذا القانون في الكنيسة الاسرائيلي بسحب اللامعقوليه من القضاء، والحكومه لا تستجيب. وبالتالي الانقسامات خلت المجتمع الاسرائيلي في اضعف ما يكون، ودي كانت نقطه اللي استغلتها الحماس او المقاومه في محاوله ان هم يفرضوا وجهه نظرهم ويفرضوا الفكر المقاوم اللي هم بيحاولوا يوصلوه للعالم كله. يعني احنا النهارده بنشهد تكاتف في العالم الغربي العالم الاول لصالح اسرائيل غير مسبوق. يعني النهارده خليني برضو اثمن دور مصر جدا في وقفها مع الشعب الفلسطيني، ان هي بتحاول تجد صوت عادل ورصين في مجابهه كل هذه الاصوات التي تتحدث اليوم عن ان اسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها. يعني لمجرد انه الامين العام للامم المتحده قال ان هذا لم يكن من فراغ ما قامت به حماس، يعني اسرائيل بتدعو لاستقالته وبتدعو ان هي ان هو لازم يتراجع عن ما قاله. فالنهارده احنا بنشهد موقف عالمي ضاغط جدا. ناهيك عن الانقسام الداخلي جوه اسرائيل اللي انا شايفه ان هو بيأثر جدا في احنا بنسمع عن تقارير استاذه اميره بتقول احنا نسمع عن تقارير ان في وزراء هيستقيلوا. عملية أن إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي متردد كما يقال في الداخل الإسرائيلي أنه يدخل بريا، لأن هو مزيد من الخسائر لن يتحملها الشارع. الشارع أوريدي فيه ضغط جدا بشأن المخطوفين والأسرى لدى حماس، يريدون أبنائهم بصراحة، وهذا هي المقولة التي الآن تتصدر كل المشهد الإعلامي الإسرائيلي، أن هم عايزين ياخدوا أولادهم ويتم تبادل أسرى أو أي ما يكون، وبعد كده تبقى تشوف إسرائيل حل للمشكلة اللي هي شايفاها أبنائها، اللي حركة حماس الحقيقة ضربتها في مقتل. الشعب الإسرائيلي الآن يشعر بأنه الجيش الإسرائيلي والدولة لم تستطع أن تحميه. حاجة أخيرة عايزة أقولها لحضرتك، إنه الإعلام في حرب على الأرض وفي حرب إعلامية بتنتهجها إسرائيل يعني غير مسبوقة. يعني لك أن تتخيل إن الأسرتين اللي بوساطة مصرية، ومش وساطة بس، لا ده جهد مصري كبير جدا لإخراجهم من يد حماس وإيصالهم عبر معبر رفح وايصالهم للجانب الاسرائيلي، جهد حثيث الحقيقه بنثمن دورها جدا فيه. ناهيك على انه هي لمجرد انها قالت انها تعاملت او ان حماس عملوها بشكل انساني وكانت تاكل معهم، ولمجرد هذه المقوله ما قالت قامت الدنيا ان ذلك اعطى انطباعا للعالم كله بان حماس لديها انسانيه. ففي دور اعلامي ضاغط جدا في العالم كله في توحيد صفوف عالميه بانه من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها، ولا احد ينظر الى الجانب الفلسطيني اللي هو يعني بيقتل ليل نهار، يعني تجاوز عدد 1000 طفل منذ بدء العمليه الاسرائيليه والقصف على مدينه غزه، تجاوز العدد ال1000 طفل، ولا يحرك هذا ساكنا في المجتمع الدولي، الا اللهم الا مصر التي تقوم يعني بجهود
يعني يصعب عننا ذكرها وبلورتها كده في كلمات. جهود الحقيقه يعني لادخال المساعدات وفرمله هذا صحيح. الجموح لانزلاق المنطقه في حرب